على السلامة. كالعادة هاتلي فيديو جديد اليوم على اليوتيوب، ما تنساش تعمل لايك وتفعل الجرس، شباتك جديدة كل يوم. غريب ازيكم ديال المغرب. السلام عليكم بابي عارك كيفاش قلم كليت وهو قلم لي ما كليتش. هو كليها شبيك تعارك يا حاج؟ عاد انت سماح اي خليك تقلب ولا ما كليتش شيء. ترى شم ريحة فمك؟ خل شم ريحة فمك، ريحة ما فيها ماكلة ولا ترى؟ يا وريحة فصدق وبندق ودجل وتيو. والله ربي يجيب عيني خاك ما لازم. ياك ريحة لحم مشوي. لحم مشوي. ترى؟ يا وريحة ريحة سلامي وريحة برقيل. هذيك خاك ما لازم. ماكل ما شاء الله. ربي. عيني خاك ما لازم. فدلك معاك قتلوك بالجوع ما واكلوكش انتي عام اما ما واكلوكش ما لا انا نعيش هاو لطف عليك لطف عليك ما واكلوكش خليوك بالجوع يا ماما يا ماما خليو اسم الله على ولدي اسم الله نوكلك نجيب لك ماكله جيب لي اش تحب نجيب لك قولي جيب لي اش تحب نمشي نجيب لك عينيك اش؟ لا عينيك اش عينيك اش عينيك؟ يا عينيك عينيك اش بابا؟ عينيك ما ياكلوش الناس الكل، عينيك اش ماكلة قديمة تاع الزويولة ما ياكلوش الناس الكل، أكل عينيك اش تاع الدندون يبيعوهم الكيلو بوقت ب 400 فرنك 500 نحطوهم في طنجرة ونقدوهم نفوحوهم، عبيد تعيفوا نحن ناكلوهم عادي، حاجة بنينة. يا حاج اش تحب نجيب لك ماكلة؟ قل لي قل لي قل لي خلينا نجي نجيب لك تدلل أنت. انا طبيخ راه طبيخ اي يا ربي زيدك نخدم عندي ريستورون تلياني مقرونه سباغيتي ايوا كسكسي بالراس ايوا يا ذكاك ولا راسك اي بلا جيب لي يعني هذا كفوش يجيب لك ماذا تسبني لا سبيتني انت سمعتني ما نكره سمعتني ما نكره لا اسمع لي انا طبيخ من درجه اولى اذا ابو زيدك عايشك اي بلا جيب لي جيعان شو نجيب لك جيب لي ماكله نجيب لك شويه لحم مشوي تبارك على زبي نجيب لك شويه دجاج مشوي نجيب لك شوية هرقمة شوية عقدة تقوي بيهم ركيبك باهين العقدة اي باهين مشيش تعمل كارثة يا ولدي اي بلا حاجة بلا حاجة بلا حاجة جيب لي خل نطلب داركم نطلب عائلتك نقول لهم كلي ولا نطلب بنتك مروة نشوفها قالت لي كلي ولا كلمت كلمة تعيش في المروه مش نشوفك ليت ولا ايه؟ ما ياكلش الباسي علاش؟ مالا خل نشوفك نشاور وين تصور بيهم؟ مو نشاورهم باش نشوفك ليت ولا انت ما كليتش انت ما كليتش باه الو بالله يا علي الحربي كلي ولا عنده جمعتين ما كليش جمعتين انا جمعتين عندي امك ودي عندي امك زين عندي امك دخت دخت بضرب انا في بالي باش نجيب لك الماكله ونوكلك يا اخي تضربني وتمرمدني انا سير سير ما حكيتلكش انا يا حاج لا ما حكيت لي ما هو الحيالي العياري حل يبيع مشوى مرقاز وكذا العياري حل ريستورون يطيب ربي يعينو يا اخي حرق الطنجره شوشة الفطور حرقوا
والهب عليه النار قصدي شعره تحرق وش ليه متحرقت يا لا حال يا لا حال كمل حويجه تحرقت سريره تحرق عدى كيك يجري شوشت شويه يا ولدي هو هارب زلق جاي في وسط مقفول بالبطاطا وهو مش فاهم شيء بعديك مد الماكله للكليون طلعت الماكله محروقه يا لا حال يا ولدي شد وكب عليه بصحفه لبيبه على راسه مسكين صار فيه اللي ما يصيرش يا دعال مستدعيك قالك يجي تضرب حذايا اه مستدعيك هو قالك يجي تضرب حذايا في الريستورون لا محضر لك فطور قمقوم يلعب قالك اي يلعب جربها مشويه ايوه جربوها مشوي على ستيس ما وقال لك الحم غلاء يخي دوره يبيع في جنابة جاد مراقبة السرعة صحة شددته يبيع في جنابة وشلقوا بيه العباد ربطوه بحبل كتفوه وعلقوه في السطح يا دعال يا دعال شيخ بحك ها؟ اش قلت لي؟ اغسل هذه اغسل كان زبي مش كنا اصحاب ونبدلكم ونضحكوا اي اصحاب انا وياك انا شكون انا شكون انا شكون هاي مروان شكون مروان ها؟ شكون مروان؟ لا مش مروان انت عندك وليد؟ عندي ولاد الكبار شو اسم ولدك؟ ولاد كبار عندي اي شو اسم ولدك؟ انا تسأل علي شو اسمه؟ خاطرني ولدك ها؟ ولدك ولدي ولدك محمد محمد مرحبا بيك وبيك يا غالي مرحبا بيك يا ابي محمد فما حاجه زعفيك لا 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 بس الحمد لله الحمد لله ونشكره اي نقصد ربي على كيف كان الحمد لله مرحبا بيك الحمد لله شو ماذا في الرمان هات بوس هاي هات بوسة بوس هاي بوس انتي هاي باي 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 مع السلامة